بنتك طول عمرها متفوقة في دراستها ومن الأوائل كمان في السنين اللي فاتت، بس للأسف جت في الثانوية العامة ها وخابت. أيوة للأسف، أنا في يوم نتيجة الثانوية العامة اتحطمت كل أحلامي وطموحاتي، كل كليات القمة والكليات العلمية رفضتني بلا استثناء، وفي الآخر دخلت كلية بتقبل من 70%، ورغم كل ده ورغم كل الكسرة اللي جوايا حصلت حاجات قلبت حياتي رأسا على عقب وصدمت الجميع. بدعوكم تسمعوا قصتي اللي مريت بكل حدث فيها بتفاصيله، لعلي أقدر أرسم الضحكة على وش طول عمره حزين. اسمي آلاء حسان الشقيفي، عندي 22 سنة. عمري ما هنسى، زي دلوقتي من 4 سنين كنت حبسة نفسي في أوضتي ودموعي مغرقاني، وما حسيتش بعد كده خذلان صراحة، بعد 91% اللي جبتها في علمي علوم وكل كليات القمة رفضتني. كنت دفعة شاومينج لو تفتكروا، وكنت بشوف ناس كتير بتشتري الامتحانات قدام عينيا، وكمان بتنزل على السوشيال ميديا زي الرز، وبستحرم ابص فيها رغم ان اللي كانوا بيشتروها اصلا ناس شاطرة جدا او بيتقال عليها دحيحة، ووصلوا فعلا لكليات قمة بسهولة. وكنت حاسة ان الدنيا خلاص خلصت، وكل احلامي راحت مع كلية الصيدلة اللي معرفتش ادخلها بسبب مجموعي، وما كانش حتى معانا فلوس في الوقت ده اني ادخلها بشكل خاص. قدمت في كلية الاداب قسم اللغة الانجليزية لاني كنت متفوقة فيها جدا، ده حتى من صغري، ده في امتحانات الثانوية العامة نقصني فيها بس درجة ونص، كان لازم للأسف اني اجتاز اختبار القبول بالقسم علشان اكون في قسم اللغة الانجليزية، بس تعبت في اللجنة وما قدرتش اكمل الامتحان للأسف، سقطت فيه وترميت في قسم ايطالي رغم اني لا اعرف فيه حرف ولا عمري حتى سمعت عنه، وسط دكاترة اجانب وانا اجهل من الدبة، لا بفهم لغتهم ولا هم بيفهموا لغتي. كنت عايشة كده بلا حلم ولا هدف ولا حتى طموح. ولما دخلت كلية الاداب تعبت جدا، واستحملت طريقة من عيلتي اللي مليها الدكاترة والمهندسين والصيادلة ما يستحملهاش حد، بس لساني ما كانش بيقطع من الدعاء، وفي نفس الوقت دموعي ما كانتش بتقطع من كتر الخذلان وكسرة النفس اللي انا فيها، لحد ما في يوم كنت في اوضتي وعيني وقعت على آية قرآنية لا يضل ربي ولا ينسى، وفعلا من ساعتها حبست نفسي في البيت على النت شهرين ما بعملش اي حاجة غير وفيها ايطالي، ودكاترتي الطلاينة ما كانوش مقصرين معايا خالص، كنت ارفعهم اتصالات واسئلة بالايطالي المكسر بتاعي. ساعتها بس ما كنتش بتكسف مهما تهتهت لاني عارفة اني بجتهد. بعد سنة أولى أداب عملت يوتيوب تشانل وترجمت فيها أغاني وكورسات، وبعد فترة وصلت لـ2 مليون مشاهدة. انتوا متخيلين 2 مليون واحد يتفرج على شغلي؟ ومش بس كده، ده أنا خدت أجازة سنة أولى أداب ولقيت نفسي استبعد الدفعة، واشتغلت في الترجمة الفريلانسر، وكمان اشتغلت الناريتور لأفلام وثائقية إيطالية، وبعدها بقيت أنا شخصيا اللي بنتجها عن شرط. عمري ما نزلت احضر كورس بره عشان اتعلم الحاجات دي، ولا حتى خدت سيشن، كله تعليم ذاتي. وبعد كده اتعلمت المونتاج والدوبلاج من النت بره. بعدها الجامعه اختارتني علشان امثلها في شرم الشيخ، وكنت هناك تور جايد بفهم السياح الاجانب قانون جديد لحمايه حقوق المستهلك، وكمان كان تحت رعايه منظمه حقوق المستهلك. كنت مترجم فوري للواء راضي، او الجنرال ده هو عضو في مجلس رئاسة الوزراء وكمان رئيس منظمة حقوق المستهلك. وانا في تانية جامعة قدمت في شركة انترناشنال فودافون ايطاليا، واتبهروا جدا بمستوايا وقبلوني في الانترفيو واشتغلت معاهم كبيزنس سبورت في فودافون ايطاليا، وبقالي سنتين حاليا في شركة انترناشنال ومكملين فيها بإذن الله. سنة تانية اداب كنت الرابعة الدفعة، وطلعت احكي قصتي في مؤتمر دولي بين مصر وايطاليا وسويسرا بحضور ممثلين من البلاد دي،
مهمة جدا. بدأت بعد كده سنة تالتة وسط الدراسة والشغل رسمي ومعاناتهم سويا وحاولتي في عدم التقصير في كلاهما، وفعلا اتكرمت بعد سنة تالتة على سنة أولى وتانية في قبة جامعة القاهرة، وكمان كنت من الأوائل. بدأت أكون يوتيوبر رسمي على يوتيوب تشانل بتاعتي، وكمان بنشر كورسز أونلاين ببلاش علشان اللي معهوش فلوس للكورسات ونفسه في حد يمديله إيده زي فيهم، وقناتي خير دليل. خلصت سنة تالتة وخلصتها بجيد جدا الحمد لله، وفرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم، واتكرمت كمان من الجامعة لأني اكتشفت أني من الأوائل. حكيت قصتي في بوست عادي جدا لقيته عدى 50,000 لايك، وفعلا اتشهرت جدا في الوقت ده وكنت ترند بعد ما نشرت البوست ده على أحد صفحات كلية الألسن، واتكلمت عني جرايد مصرية مشهورة زي الجمهورية وصدى البلد وكمان الأسبوع كمثال وأيقونة للشباب، وإن أنا أصلا حد بسيط جدا من وجهة نظري. اتطلبت في لقاءات تلفزيونية عديدة علشان أكبر بخاطر الناس وأكبر بخاطر كل واحد شاف إن حلمه انتهى لمجرد إنه ما دخلش حاجة وفضل طول عمره يحلم بيها. في عز انشغالي بدراستي وضغط الشغل اتطلب مني اني ادخل امتحان بيزنس اسمه CBI او Competency Based Interview، ده كان عبارة عن ترقية، ودخلت مع الـ HR وكنت مرعوبة وعديت الامتحان رغم اني اصغر المتقدمين، ده غير اني اتعلمت المونتاج والوايت بورد انيميشن والانيميشن العادي، ده حتى الفيديو ده انا اللي عاملاه بنفسي. وطبعا منكرش ان ربنا بعتلي ناس عظيمة تساعدني وتقدرني وتؤمن بيا في كل خطوة بعملها. واشتغلت كمان في الفويس اوفر ورواية القصص والافلام الوثائقية الايطالية وغيرها، وكل ده من غير ما اروح اخد كورسز او احضر سيشنز برا. شفت بقى انك تقدر تشتغل وانت طالب عادي جدا، مش مستحيل زي ما بيخوفوك. وشفت ان كلام الناس عامل زي التراب، لو مدستش عليه برجلك هيدخل في عينيك، وفعلا كانت دي الخلاصة والدرس اللي اتعلمته في حياتي. في البداية سوف يسخرون منك، ولكن في النهاية سيسألونك كيف فعلتها. شفت بقى ان الثانوية العامة مش مقياس خالص، شفت ان اداب مش وحشة او كلية قاع زي ما انت ما فاهم او هم اللي فاهموك، وشفت اهم حاجة ان لا يضل ربي ولا ينسى. يا جماعة اجتهدوا وهتلاقوا كتير، أجيال تحلم يوما بعلى الأوطان وشباب يحمل أملا لبني الإنسان. بدعوكم في النهاية إنكم تعملوا اشتراك في قناتي كنوع من التشجيع والدعم لطموحي. اسم قناتي على اليوتيوب آلاء حسان، وإنت كمان بكرة تيجي تحكي لنا عن حلمك وجبر ربنا لك، شيرها للذكرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.